خليني أخذ مكالمة في هذا الوقت من الأخت مريم من مصر. أهلا وسهلا أخت مريم، أنت معانا على الهواء. مساء الخير، مساء البركات، أهلين أخت مريم. سلام المسيح معاكي أسيس، يا ترى صوتي واضح؟ واضح جداً. مرسي على الحلقة وعنوانها. أنا بفهم جداً إخواتي المسلمين لما يكون عندهم لبس في قصة إن الصلب ضعف. أنا كنت مسلمة، مولودة مسلمة، والمسيح نور عينيا، وبدأت أفهم مع الوقت ليه المسيح استخدم الصلب علشان يفك أسري. فلما باجي أتكلم دلوقتي مع مسلمين، لأن ربنا شرفني بخدمة إن أنا أكون بتكلم مع إخواتي المسلمين، فبيقولوا لي دايماً سؤال: هو لو كان ربنا ما كانش يقدر يخلص نفسه من المصير ده؟ أنا بصراحة بيصعبوا عليا. ليه؟ لأنه بيفكروني بالفريسيين لما قالوا له خلص كثيرين فليخلص نفسه. طب هو أساسا، أنا برد عليه على طول وقول له طب ويخلص نفسه ليه؟ إذا كان هو أصلا جاي على الأرض عشان كده، يعني هو المسيح فكرة تجسده كانت إيه سببها؟ تجسده عشان يموت، هو جه لكي يموت. وليه جه لكي يموت؟ لأن ببساطة إن إبليس هو سقط الأول في الخطية، سقط في خطية الكبرياء، وعشان هو كاره البشرية هو عايز البشرية تسقط معاه. لكن ربنا بيحبنا، عايز يقطع إيد إبليس اللي ماسكها علينا. يعني أنا بحس إن إحنا كنا زمان قبل الإيمان إن إبليس ده كأنه لويني مسكني من إيدي اللي بتوجعني. عندنا المثل ده في مصر بنقوله إن لما يكون شخص ضعيف في حاجة يجي واحد يروح لويله دراعه في الحتة اللي بتوجعه فيه. فلو هو عمل معايا كده أنا مش هعرف أخلص منه. ليه؟ لأنه مسكني من نقطة ضعفي. جه المسيح وقال لي ماشي، أنت شايف النقطة ضعف البشرية هي الموت، أنا حبيت بالموت الموت. يعني أنا هدوس الموت بالموت. وفي شاعر عربي قديم بيقول دواني بالتي هي الداء، التي كانت هي الداء. يس بالضبط. فالمسيح عمل إيه؟ المسيح أخذ المصير الأبدي بتاعي اللي هو الموت، أنا اللي كنت المفروض أموت على الصليب بداله، لأني أنا بخطيتي أنا قطعت علاقتي بيه، أنا عملت فعل التعدي بخطيتي تجاه الله فقطعت علاقتي بيه، فكان مصيري هو الموت. المسيح جه أخذ المصير اللي أنا كنت المفروض أدفعه واللي المفروض كان كل شخص يدفعه. فهو أنا بالنسبة لي أنا دلوقتي إبليس ملوش سلطان علي، يعني ما يقدرش يشتكي علي أمام الله، ما يقدرش يروح أمام الله يقول له بص اللي أنت بتحبها بتعمل خطية ضدك، هيقول له لا ده أنا دافع الثمن ما حيث سقها. ومكتوب كده في كولوسي الثانية أن ما السق الذي علينا في الفرائض. نعم. مش بس كده، مكتوب إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. فيه اللي هو عائدة في الصليب. فيعني معنى كده إيه؟ هو دلوقتي جرد الرياسات والسلاطين بتاعت إبليس من كل سلطانهم علي، أنا الضعيف اللي كان هم ليهم سلطان علي بالخطية. فدلوقتي انتصاره هو على الصلب نقل لي أنا إحساس الانتصار. ليه؟ كأني دخل امتحان في الحياة وأنا عارفة النتيجة مسبقا إن أنا ناجحة. يعني أنا بشجع كل أخ مسلم أو كل أخت مسلمة تتخيل المنظر بالشكل الآتي: كأن عندك امتحان صعب قوي، بس أنت داخلة الامتحان وأنت نفسيتك مرتاحة إن النتيجة أوريدي أنت حد جابها لك من الكنترول وقالك إنك ناجحة. هتدخليها إزاي؟ هتدخليها بثقة عارفة إنك ممكن تسقطي في وقت. إحنا مش بنقول إن إحنا يعني ما بقناش بنخطأ، بس الروح القدس بيقومنا وبيقومنا من الخطية. والحياة مع المسيح هي حياة جهاد. على فكرة المسيحية ما فيهاش تسيب، بالعكس احنا ما عندناش ان احنا نغطي من بره ونعمل منظر قدام الناس نحن متدينين لكن كلنا من جوانا كل عفن ونجاسة. لا، احنا التغيير داخلي. احنا مش فكرة انا بلبس حجاب من اولي لاخري، انا فكرة ان انا قلبي محجب من الخطية، نفسيتي محجبة ضد الخطية، عناية محجبة ضد شهوات النظر وسائر الأشياء. المسيح يغير من جوه، الفكرة من بره هتتغير لما أنت الإنسان يتغير من جوه. ليه؟ لأن أنا بتحرك من دافع منتصرة، أنا واحد أوريدي منتصرة. ليه؟ لأن أنا منتصرة في المسيح. المسيح اتصلب عشاني،
فداني قوة على الانتصار على الصليب على على الإبليس، وإبليس ما يقدرش يلوي دراعي تاني بالخطية. آمين آمين. لو سألتك في نص دقيقة أخت مريم، يعني فكرة الصلب كيف اقتنعت فيها وكيف قبلتيها؟ أنا قبلتها لما فهمت إن حقيقة التجسد، لأني كانت الأول كان أول سؤال طبعا كنت بسأل بكل تواضع، مش بسأل علشان يعني أقرف اللي قدامي، إذا كان ربنا مات على الصليب مين دور الكون؟ ده كان السؤال البسيط بتاع أي مسلم. فلما فهمت الشرح بتاعها إن ربنا لا يحدد بجسد، يعني المسيح مش معنى ان المسيح كان ان ربنا كان متجسد في المسيح معناه ان هو مش موجود everywhere، لا هو he's here he's everywhere. احنا كده بنحد بمحدودياتنا البسيطة حدودية ربنا، وده ما ينفعش. فالمسيح مجرد ان هو دخل الامتحان اللي المفروض كنت انا ادخله، اللي هو دخل لحظة الموت، اللاهوت ما جرالوش حاجة، ناسوته هو اللي مات، لكن اللاهوت اجتاز معاه تجربة الموت، لكن طبعا اللاهوت ما بيموتش. فلما فهمت أسلمت حياتي للمسيح، لأن أمين. الموضوع ما لا يستعصى على البشر. هو يعني إبليس عشان هو متكبر ممكن ما يفهمش الصلب، ومش عايزنا نفهم الصلب بالتكبر، لكن لو الواحد جه تواضع قدام ربنا وقال له يا رب أنا مش فاهم فهمني، لازم يكون واثق إن ربنا هيفهمه.